عليك كنت متأكدة اني هلاقيك هنا. ممكن اعرف ما بترديش على تليفوناتي ليه؟ عجبك يعني اللي جوزك عمله فيا؟ وده بقى يديكي مبرر انك ما ترديش عليا؟ قلت لك البيت ما بتكيش. ايه؟ المفروض الف وراكي؟ انت والنبي انا لا طايقة نفسي ولا طايقة حد، سيبيه بقى. يوه امال لو عرفت انها عايشة وانه لقاها؟ لا هقول لك. ايوه حطاني هنا، حطاني هنا. ايوه هنا اهو، هنا اهو، هنا اهو. ايوه اصل صاحبتي ساكنه في الشارع ده، تالت عماره على اليمين، الدور التاسع شقه 20. انا هوصلك. لا لا ما تتعبيش نفسك، دول خطوتين هنتمشوهم. طبعا عايزاكي بقى تسمعي الكلمتين اللي قالهم لك دول، تحفظيهم كويس قوي. لو عرفت ان انت كلمتي حسين او شفتيه وهو حتى اللي كلمك او عارف اي حاجه عن اللي حصل بينا ده وان انا اللي جيت جبتك من المزرعه، هتشوفي اسود ايام حياتك. وصدقيني ساعتها هتتمني الموت، بس انا مش هخليك تطوليه. بصي بقى يا اختي، من ناحيه التهديد فبنت السلطان ما بتتهددش يا عسل، ومن ناحيه الايام السودا يا اختي انا لو حطيتك في دماغي هفرجهم لك الوان، ومن ناحيه حسام بيه بتاعك اتهني بيه. مش عشان حاجه، الراجل الصراحه ما يتعيبش، بس انا بقى ما اتعودتش ناكله لقمه حد باصص لي فيها. اجيب لك الناهيه والقاضي على التكه والسخان؟ انت ربنا بعدك ليا. انا يا اختي لا عايزه حسام ولا ابراهيم، كده متفل و14. ومن عارف لو كنت قعدت معاه شويه كان ايه هيحصل؟ وربنا ما كنت هتشوفيه تاني ولا حتى في الحلم، مش كدنس ولا لا، بس بنت السلطان قادره وما حدش يقدر عليها يا عسليه. سلام. ما تنسيش بقى تقولي لهند مرات عمر على كل اللي حصل بينا. طب ما انت عقله وعارفه كل حاجه اهو، ما اللي عامله لنا فيها مجنونه ليه؟ وانا يا اختي موديني في 60 داهيه اللي عقلي؟ ويبقى يا غاده، مش غاده برضك؟ طريق اللي يودي ما يجيب العسليه. ايوه يا حاج جابر، هو انت نسيت طار اخوك ولا ايه؟ واحده واحده كده يا ست الكل وفهميني، عشان انا خابر انها نطت في الميه وغرقت وماتت. ماتت؟ ده انت قديم قوي. لا خد الجديد بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. ادينا جينا اهو حسب الميعاد. اهلا بالرجاله. قبل اي كلام لازم تسامحونا على اللي قلناه قدام المعلم حمو. احنا ما كناش نعرفوكوا، دي كانت اول مره نشوفوكوا فيها. مش هتبقى اخر مره ان شاء الله. لا هتبقى، لو ما جتش سكه قلت المكنه دي بتاعت مين؟ المكنه دي بتاعتي. كتاب وجاي في نوش. المكنه دي مسروقه. يعني انا حرامي؟ والله انا اسال امك بقى اضرب ايه. الله الله الله، ده انت كبرت يا واد واتعلمت الغلط. صلوا على النبي يا رجاله، احنا جايين نتفقوا مش جايين نتعاركوا. يا عم المكنه دي اتسرقت من عزه، وده وجوز الفرقه دول اللي سرقوها. اتكلم على قدك. انا
عمو اللي مسلطك حلاوة؟ الحلاوة دي تبقى عمو. بس يا عم ولا كلمة زيادة والدخلة هتبقى بلد والسفة على البحر. الرجالة بس نهدى كده. خلص الكلام، ليك مين اللي يربيه؟ مين يا رجالة؟ سلام يا حنين. الله يخرب بيت امك، بوظت القعده. شفت يا ريشه؟ شفت عزه كانت شوافها، ما قالت لك ان ده مغرز من حمو. حمو هو اللي خد المكنه اللي فيها هو والعيال دي يا ريشه. يا عم الله يرحمها مطرح ما راح، ما تركز في الايام السودا اللي داخله علينا في وشنا دي بعد التوبه بتاعت سي حمو. اما عايز نعمله ايه يعني؟ يا ابني سيب لي نفسك، سلم لي نفسك خالص، واحنا هناكلوك الشهد بعيد عن حمو. حمو انت لا تاكل. هناكل. وبعدين يا عزه نعملوا ايه مع الراجل الكبير؟ انا عهدت ربنا اني ما نمشوش في الحرام تاني من بعدك، وغلاوتك عندي كنت ناوي اعمل كده في حياتك واتجوزك ونعيشوا على نظافه. كان نفسي نتكلموا ونحكي معاكي، بس انت كنت دايما بتصديني. ياما كان نفسي اقولك بحبك، وكتاب الله ما حبيت في حياتي ولا احب زيك. انا عمري ما شفت واحده غيرك، حتى مرات الجوز تغص فيكي وعشان أرض أمي. سمعاني يا وزة، رد علي قولي لي أعمل إيه. مش عايز أرجع لسكة الحرام تاني، عايز أجيلك وأنا نضيف. الو الحقني يا باشا، مصيبه وحطت فوق نافوخي، فصلت الكاميرات وهربت. الله يخرب بيتك يا مجاهد، الله يخرب بيتك. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. ايه يا حسين؟ في ايه يا باشا؟ مشوار مهم يا بابا، كنت ناسيه. بس مشوار الساعه 6 الصبح؟ اه معلش. ايه ده؟ انا خايف عليك يا بنت، عشان لما يحصل لي حاجة بعد عمر طويل لا قدر الله بعد الشر، مش لوحدك مقطوعة من صدرها. يابا حرام عليك، يابا حرام عليك، خنقتني من أم الدخنة دي، أنا بقيت من كحه دم. اقفلي يا بنت، الريحة تطلع وتتفتح بره. لا اطمن، أنت مفضوح خلقة، سمعتك سابقاك ولطاني معاك، كل الناس عارفة اللي أنت بتهببه، وكل الناس نفسها تبقى في نص ابوكي ومش عارفين. بذمتك انت مصدق اللي بتقوله؟ يا بنت ابوكي سلطان المزاج، هو انت بس اللي ما بتحترميش ابوكي؟ لا كبير ولا صغير يقدروا يستغنوا عني. اه والله عارف، اهو اهو ده جه على الريح اهو. الراجل ده مهم قوي، عسل، الصغير والكبير يتمنى رضاه. اسمعي مني. نعمل له ايه؟ ابدا، هتروحي تديله الصباع ده. نعم نعم. الله عليك يا شيخه، فزعتيني يا بنت. شيلي الهباب اللي في دماغك وحطي بداله شويه نصاحه شويه. الراجل ده لو شافك هيتهبل عليك. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ طبعا، ما هو انت مش في وعيك. فكرك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله. يا بنت هواني بقول لك امشي معاه في الحرام؟ اني بقول لك وقعيه، هاتيه على مال ابوسه يطلب ايدك. انا كل ما اروح عشان احاسب الراجل ده الاقي الخزنه مليانه متستفه رزم، اشي احمر واشي اخضر. انا بقى عايز الرزم دي هنا عشان اكبره المشروع. سلامه مخك يابا، المشروع واقف على الامه بيحمي الركان. متشكرين متشكرين يا اطيب واجدع واحن اب في الدنيا. عايز تشيل بنتك القرف ده وتوديها بيوت الرجاله؟ قولي لي بقى كلام انا ما قلتوش. يا بنت تفهميني، انا خايف عليك يا بنت، عشان لما يحصل لي حاجه بعد عمر طويل لا قدر الله بعد الشر،
مش لوحدك، مقطوعة من شجرة. مين اللي عمل فيها كده؟ مين اللي قطع الشجرة؟ تاني ياما بنسألوك عن عم ولا خال أو أي حد قريب. قريب ولا بعيد؟ القرايب عقارب يا وزة، هتعوز إيه من القريب؟ يا إما يستلف منك، يا إما يبصلك في رزقك، يا إما يحط مناخيره في اللي ملوش فيه. مفيش قريب بيتمنى لقريبه الخير أبداً. قريبك قرشك. اسمع من أبوكي، أنا بقول حاجة. قوم افتح الباب، ما أنت مش فالحة غير في فتح الباب. قومي! احلى مسا على بسبوسة حتتنا على بحر تم. طحم معلمي. ايه اللي معاك ده؟ مسا مسا على عيون التوبالي. ده شويه بسبوسه يستاهلوا بقك يا معلم. بسبوسه؟ جبتش جاتوه ليه؟ اهو الراجل بقى اللي كان بيرن عليا من شويه ده ان كل ما اروح له ياكلني جاتوه. صحيح الناس مأمان. بسيطة يا معلم، المرة الجاية نجيبوا جاتوه ونجيبوا شربات كمان. بعد إذنك يا معلمي، ست البنات اتفضلي. ده أسبوع الولد ابن عمي، ربنا كرمه وجاب والد سماع علاء. النبي قبل الهدية. عقبالنا. الله، ده تطلع على قرايب أهو يا حمو. الله، هو في حد مقطوع من الشجره يا معلم؟ ولا اكون يعني نبت شطاري؟ افتح عليك يا عزة. هو انا ايهاب ورايا؟ هعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ استنجد بمين؟ ده انا ما عملتش حاجه في حد، ما عملتش حاجه في حد. المصيبه ان انا ما عملتش حاجه في حد. ماليش حد في الدنيا، ماليش حد، ليش غيرك يا رب، ليش غيرك يا رب، ليش غيرك.